محمد بيقول ان هو بيقطع في الصلاة، مش منتظم في اداء الصلاة. ده اول سؤال. لازم تعين نفسك يا استاذ محمد، لان احنا كده يعني الصلاة دي تاني ركن من الاركان، فان انا بستعد للصلاة وتهيأ ليها بقلبي ووجداني وعقلي، ان انا عايز احافظ على الصلاة. عقلي يعني ان انا عايز الارادة تتدخل، اريد ان انا اصلي عشان أقوم بهذا الركن العظيم، وإن أنا أسارع على طول أول ما أسمع دخول الوقت إني أتوضأ وأقوم أصلي على طول، لأن الصلاة على وقتها دي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد ما أصلي وفي كل وقت أسأل الله سبحانه وتعالى، أقول له ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. شوف القرآن بيعلمنا إن إحنا ما نستأثرش بالخير لنفسنا بس، ادعي لنفسك ولذريتك، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كثرة ذكر الله تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معينات، لأن احنا أمرنا بكثرة الذكر في القرآن الكريم مطردة للشيطان، مطمئنة لقلب ونفس الإنسان، دافع بالإنسان إلى مزيد من الخيرات. كل خير يبقى عنده حرص على انه يحصله وانه يعني يغتنم كل الفرص الطيبه. الصلاه قلنا الركن الثاني في الاركان بعد الشهاده، واول ما يحاسب عليه العبد. واذا صلحت الصلاه صلح سائر عمله. فاسال الله سبحانه وتعالى لك عونا ومددا. الصلوات اللي فاتني ادائها ابدا في قضائها، لأن أنا ارتكبت في هذا الأمر إثما عظيما. أول حاجة إن الصلاة ليها وقت مؤقتة بمعاد، ما ينفعش المعاد يعدي وأنا ما بصليش، لازم المعاد قبل ما يفوت وقت الصلاة الحاضرة أكون مصلي الصلاة بتاعتها على وقتها. والإثم الثاني إن عد خرج الوقت وأنا لغاية دلوقتي لم أقضي هذه الصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا صلى الله عليه وسلم، فدين الله أحق بالقضاء. صحيح كان بيتكلم في مثال آخر أو في ركن آخر من أركان هذا الدين الحنيف لمن لم يقم به ويؤديه، فوجب برضو كان في ركن الصيام، لكن بنستشهد بنفس هذا المثال على أخطر الأركان وهي الصلاة. فأبدأ في القضاء حتى بما القدر اللي يقيم الصلاة، مش لازم يعني أقرأ الفاتحة، مش لازم تحط صورة كمان التسبيحات، بدل ما هي ثلاثة تسبيحة واحدة أصلي مع الصلاة الحاضرة اللي هي خلاص حضرت صلاة فائتة، فأقضي ما علي قدر طاقتي بأقل القراءات والأذكار عشان أقدر أدي مما فاتني أداء من الصلاة. طب فاتني أو كسلت أو حصل حاجة، على طول من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. على طول تقضي الصلاة اللي فاتتك يا أستاذ محمد، وإن شاء واسأل الله سبحانه وتعالى العون والمدد. مدام الأستاذ محمد تعبانة، شفاها الله وعافاها، أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما، اللهم أمين أجمعين. وتتوضى مرة واحدة الصبح وتقوم تصلي الصبح يعني كده تخش تنام من التعب، وبعدين تقوم بعد كده من غير وضوء تصلي، ما يمكنش هذا الأمر. لابد بعد الاستيقاظ من النوم القيام بالوضوء، لأن النوم محل لنقض الوضوء، حينقض وضوءها وبتنام وقت طويل، وما ينفعش إن هي تقوم كده تصلي. مفتاح الصلاة الطهور، لازم تتوضأ يا أخي الفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء ولكم التوفيق للقيام بأداء الأركان. إحنا جايين هذه الدار في دار امتحان، دار اختبار، كلها امتحانات واختبارات، بس عايزين نتصل فيها بحبل الله المتين، ونكون على الطريق الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وكل فكرنا وكل تصرفاتنا وكل أحوالنا نربطها برضا عشان نستقيم في هذه الحياة الدنيا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.